ازاي منشئ المحتوى يقدر يكمل برغم الظروف اللي احنا فيها؟ مفيش منشئ محتوى طبيعي هيقف قدام الكاميرا النهاردة ويقدر يسجل بسهولة ويسر. الامر حرفيا هيكون صعب عليك جدا بسبب الظروف اللي بنمر بيها. انت طبيعي ما تقلقش، انت هو نفس الشخص ما تقلقش. حالة من الاحباط الجماعي وحالة من اليأس الجماعي، وطبيعي جدا، انت طبيعي، انت انسان ما تقلقش. لازم تفهم انت كمنشئ محتوى في الاساس انسان، فالظروف اللي بتمر بيها والاخبار السلبية اللي حواليك واللي بيحصل في اخواتنا في غزة ورسالة لاهلنا في غزة، طبيعي جدا انك بتمر بالمرحلة دي. وعايز اقول لحضرتك اوعى تستنى المشاهد يقول لك برافو انك عملت فيديو على غزة، او ليه انت ما دعمتش غزة. حاول على قد ما تقدر تفهم ان كل ما انت بتتأخر ده فايدة ليهم مش لينا. طول ما انت عالم وبتزيد في علمك ووعيك وبتقدم محتوى محترم، طول ما انت بترفع العرب. حاول على قد ما تقدر تعمل اللي عليك وخلاص، لازم تكمل، لازم تعمل اللي عليك، ما تستناش حد يزايد عليك. اي حد مستنيك انه يزايد عليك رأيه وما يهمكش، انت رأيك مش هيزودني ولا يقللني، انا هشتغل وهعمل اللي عليا وهطور من نفسي. النهاردة قاعد بسمع وبتفرج على مقابلة لباسم يوسف، قد ايه كنت فخور جدا بان انسان دكتور زي ده عامل مناظرة عظمة على عظمة، انسان محترم بيتكلم بلغتهم واسلوبهم وطريقتهم وتوعيتهم، قد ايه انسان قدر يدخل في قلب امريكا ويقول الكلام ده من جواها. هو بالفعل ده اللي احنا عايزينه في الوطن العربي. اوعى تقف، لازم تكمل، اوعى تقف، لازم تطور من نفسك. مهما كنت بتقدم لازم تعرف انك بتعمل خدمة للعرب، انك بتطور من نفسك للعرب. محتوى روتين بيقدم، محتوى جيمينج بيقدم، فلازم تفهم انت مفتاح لاشخاص بيحبوك. في ناس مستنيينك تطلع علشان يحسوا بشوية رفاهية، يحسوا بشوية حماس. خروجي النهاردة قدامك وعملان الفيديو، انا بقالي اكتر من ساعة وربع مش عارف اقف قدام الكاميرا، ولكن مكمل علشان عايز افيدك، مكمل علشان لازم اعمل اللي عليا علشان حضرتك تقدر تعمل فيديوهات. النهاردة انا بقولك، وقبل ما تقف قدام الكاميرا وتعمل اي فيديو ليك، لازم تبعد عن الاخبار، اركن الاخبار جانبا طول ما انت مش عامل الفيديو. وبعد لما تعمل اللي عليك في قناتك وتعمل مجهودك وشغلك، ابدأ بالفعل تابع وشوف الاخبار. مش هقولك ابعد عن العالم، لا، خليك ملتصق باللي بيحصل في اخواتنا وفي اصحابنا وفي قرايبنا في فلسطين. لازم تكون عارف ومطلع، لان طول ما انت بتتعلم انت هتغير التاريخ. الناس والجيل اللي طالع ده لسه الاول مرة يحضر الانتفاضة الحقيقية لفلسطين، ما كانوش يعرفوها. احنا ممكن نكون حضرنا اكتر من مرة، لكن الجيل الجديد لسه طالع. اوعى تبعد نفسك عن اللي بيحصل، بس حاول على قد ما تقدر انك تكمل. وانت بتتكلم وانت بتقدم المحتوى ادعم دعم معنوي، وضح للجمهورك يعني ايه اصلا فلسطين. بس بلاش دم، بلاش عنصرية، بلاش اي كلام ممكن يؤدي ان هم يلوي دراعنا. يا جماعة ما تخلوش حد يلوي دراعنا، حاول على قد ما تقدر تقدم محتواك بشكل محترم ومؤدب بدون اي التماس لاي عنصرية او اي دم او اي صور قد تؤثر على الاطفال او اي تحذير او اي شتيمة لاي كيان مهما كان، وهم اصلا مش موجودين على الخريطة. فلازم تفهم انك تحاول على قد ما تقدر تكمل، كمل علشان جمهورك، كمل علشان ناس مستنياك، ناس مستنية تسمعك، تسمع انت بتقول ايه، بتعمل ايه. اعمل اللي عليك وبس. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. ما تستناش الجمهور يسقف لك الله ده دعم فلسطين، ما تستناش الجمهور يسقف لك لا ده ما دعمش فلسطين. اقسم لك بربي وما اعبد، الفيديو اللي انا بعمله حالا انا من جوايا محروق حرقه السنين، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل اللي عليا، اعمل اللي عليا لان ده اللي مطلوب مني. وانت كمان لازم تقوم تعمل اللي عليك، اعمل اللي مطلوب منك، ما تستناش وقت. الوقت ده هم يكونوا فيه منتصرين بالعلم بالإيمان بالتقوى بكل حاجة، واحنا اللي بنودي نفسنا في التيك توك والقرض ده، وهم عمالين يبانوا قدام الناس ان هم انضف ناس، واحنا عمالين ننزل وننحضر. اللي تعمل لك علم فلسطيني هنا واللي تعمل لك عدم فلسطيني هنا، هو دول، هم دول الناس اللي بيتكلموا عننا؟
استحالة، لازم تطلعوا كعلماء وناس محترمة بتقدم محتوى محترم، ابنوا عيالنا وابنوا تاريخنا، واتكلموا واعملوا اللي عليكم، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أي منشئ محتوى عنده رسالة يقدمها، أنت عندك قناة على اليوتيوب والقناة تحتوي على محتوى، والمحتوى هو رسالة للجمهور، محتوى ترفيهي، فقدم اللي عليك، مهما كان من جواك حزن اعمل اللي عليك، لأن ده اللي أنت مطالب بيه قدام نفسك وقدام جمهورك. ما تستناش حد يقول لك هو أنتوا بتفرحوا وفرحانين والناس تعبانة، ده شغلك، ده مجهودك، ده اجتهادك، ده كل حاجة أنت مطالب إنك بتعملها، ما تخليش حد يزايد عليك. قوم يا ابني كمل، قوم يا ابني عافر، أنت في حرب مع نفسك وحرب مع ذاتك، أنت في مرحلة صعبة محدش هيحس بيك غير نفسك، قوم لأكل عيشك واشتغل، قوم وعافر واعمل اللي عليك، ما تستناش حد يزايد عليك، مش هيزودوك مش هينقصوك، اللي انت بتعمله هو انك تكمل، كمل علشان الرسالة اللي انت بتقدمها، ما تستناش حد يزايد عليك، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. مهما كان التقوى والايمان، فالتقوى والايمان في قلوبنا، مهما كان شكلنا قدام العرب والغرب والناس اللي حوالينا وحش، بس احنا مكملين لان ربنا اعلم بالقلوب. انت في قلبك ايه وربنا اعلم بيه وعالم نيتك. انت مش هدفك مشاهدات، انت هدفك انك تقدم رسالة. كمل رسالتك، اشتغل، قوم حالا كمل رسالتك واشتغل، ان الله انت مش بيدك حاجة، انت مش بيدك حاجة غير انك تكمل، افهم الكلام ده، انت مش في ايدك حاجة غير انك تكمل، اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك وطور من نفسك، يمكن تكون فخر لينا في يوم من الايام. حد كان يصدق باسم يوسف ومحمد صلاح ومحمد النني دول كانوا يكون فخر لينا؟ اهم فخر لينا بجهدهم، بتعليمهم الاتنين والتلاتة، حتى بتقدمهم. فخر العرب بيلعب كورة عادي، رسالة بيقدمها، ايه المشكلة؟ رسالة بيقدمها. انا عمري ما استصغرت اي رسالة بتتقدم، الرسالة رسالة. شكرا للجميع، انا عارف ان انا ممكن ينتقدوني، وعارف انك ممكن تزعلوا مني، وعارف ده كله، بس انا بعمل اللي عليا، وهو ده الواجب اللي عليا، هي دي الرساله انا بقدمها، انك تشتغل مهما كنت بتمر بظروف. ابعد عن الاخبار قبل ما تعمل اي فيديو، واول ما تعمل الفيديو انطلق واعرف اخبار اخواتك بيعملوا ايه. ربنا ينصرهم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. شكرا.